اليوم استقبلتنا هيئة المديرة لنادي رادي الصفاقسي، مشكورين على حفاوة الاستقبال. دونك اليوم صححنا زوز عقود، عقد شهر وصححنا عقد شراكة. العقد الشهر هو العقد العادي اللي يعرفوه العباد الكل، والعقد بتاع الشراكة هو اللي باش يخول النادي رياضي الصفاقسي تكون عندها موارد قارة وشهرية اترافير لو بوبليك نتاع سي اس اس. ان شاء الله نكونوا طالع خير على سي اس اس، على النادي الصفاقسي. عندنا دو تيب دو كونترا، ان كونترا دو سبونسورينغ اللي هو سي ان مونتون فيكس كما تعرف العباد الكل، مي لوتر بارتناريا سي تيم بارتناريا كما قال تتحدث برشا مع الببليك، تمشي برشا مع الببليك. هنا كوم تيب سي اس اس موبيل اللي هي حاجه نستعملوها احنا كببليك باش ندعموا وندخل موارد قاره للنادي، كيف كيف زدنا هذه الكونفونسيون مع بي. معناها اي انسان ظهر لي ما فماش واحد ما عندوش انترنت في الدار، ما فماش واحد مش قاعد يستعمل انترنت في الدار، دونك اوفيسيالمون لازم يستعمل بي على خاطر فما ريفوني كبير وكبير برشا لاي انديفيديال يعمل كونيكسيون ولا يدخل كونيكسيون يعمل انترنت بي، ولا كيف كيف الشركات ولا 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 ونوتر بارتنير. الور ان شاء الله تكون بدر خير، وان شاء الله تكون بيان سور من حسن الى احسن، وننميها ونطوروها اكيد بالجمهور وبوليداتنا وبولاد اللي يحبوا سي اس اس وعاش النادي الرياضي الصفاقسي.